الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أسئلة كتيرة بتحير الناس، فبتلجأ لدار الإفتاء المصرية تجاوب عليها، زي هل تلعن الملائكة من يتكلم خلال الأذان؟ وهل في كفارة للمعاصي غير الاستغفار؟ وهل فتاوى تحريم الفوائد بتاعت البنوك سهلت انتشار المستريحين ولا لأ؟ وهل ينفع أشترك في إخراج صدقة مع حد؟ كل دي أسئلة ردت عليها دار الإفتاء المصرية وجمعناها ليكم في تغطيتنا، فتابعونا. الدكتور مجدي عاشور مستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية جاوب على سؤال جاله بأنه هل تلعن الملائكة من يتكلم خلال الأذان؟ وقال إن اللعن هو الطرد من رحمة ربنا، فلا يحق لأي أحد أنه يقرر أن ده ملعون من رحمة ربنا أو غير ملعون. وقال إنه ما جاش في السنة النبوية حديث أن الملائكة بتلعن اللي بيتكلم وقت الأذان، وإن اللي بيتكلم خلال الأذان غير ملعون ولا شيء عليه. وحذر الدكتور المشاهدين من استخدام الواتساب وتويتر وغيرهم في تداول الكلام ده، لأنه هيؤدي لنشر الفكر المتطرف. أما عن سؤال هل تجوز الصلاة أثناء الأذان؟ فقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الصلاة وقت الأذان تجوز، وكمان الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، وتفتح فيه أبواب السماء ويستجيب الله فيه للدعوات. وقال إنه مش شرط إنه يستنى لحد ما ينتهي المؤذن من الأذان وبعدين يبدأ في الصلاة، لأن الأولى والأفضل إنه يستنى لحد ما يخلص المؤذن ويردد وراه حتى تحل عليه شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن سؤال هل يجوز الاشتراك في إخراج الصدقة؟ فقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية إنه يجوز الاشتراك في إخراج الصدقة، زي مثلا ممكن تشترك أسرة كاملة في تزويج فتاة يتيمة بشراء الأجهزة المنزلية ليها. ومن ضمن الأسئلة اللي جات لدار الإفتاء المصرية سؤال بيقول إيه حكم شهادات الاستثمار في البنوك وإيداع الأموال فيها؟ والشيخ عويضة عثمان كمان جاوب على السؤال ده وقال إن المسألة دي جائزة شرعا ولا حرج فيها، سواء شراء شهادات الاستثمار من البنوك أو إيداع الأموال فيها والانتفاع بفوائدها. وقال إن التضييق على الناس في المسألة دي وإصدار الفتاوى اللي بتحرم فوائد البنوك خلى الناس فريسة للمستريحين، فيروح صاحب المال للمستريح لاستثمار فلوسه معاه، ورأي دار الإفتاء في المسألة دي إنها حلال ولا حرج فيها. وجي سؤال كمان عن كفارة المعاصي غير الاستغفار، وجاوب عليه الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال إن الحسنات بتذهب السيئات، فعليك أن تفعل كل خير وأن تتصدق وتطعم مسكين وتقرأ القرآن وتقضي حاجات الناس إلى جانب الاستغفار وذكر الله. ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الصدقات الجارية بتمحو الذنوب لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال إن الصدقة الجارية لا تكفي عن كفارة اليمين، فكفارة اليمين لابد من أدائها بنفسها، وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام. ودي كانت أهم الأسئلة اللي الناس ركزت عليها بسؤالها لدار الإفتاء المصرية، واللي حاولنا نحصرها ليكم في تغطية على موقع صدى البلد، ونشوفكم في تغطيات جديدة وأسئلة جديدة، فتابعونا.